لا لا لا، ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت مو. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش هنلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه، انت مش قلتي ان مو ده الاكس مين بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاتنين واحد مرتبطين وخلاص. ما جوزتهوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتهوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعدة برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتهوش ليه؟ عشان مو ويردو شوية، غريب يعني. ايوه غريب ازاي يعني؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي، بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير؟ اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن هاني الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي، وشنطكم بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ده ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي رامي العفش في المايه ليه؟ بنت نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهين بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمرة ايه دي؟ مية. في مية لونها كده يا متخلف؟ مية السلطة ومية الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنتلي ماما افور في حتة هنا. بقول لكم ايه يا جماعة، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا. ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ انا كده مش عارف اسوق، مش عارف اسوق. سوق ايه يا متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو are you okay؟ مو انا نيلي، انا جيت. مو are you okay؟ ايه انت كويس؟ انت عايش؟ عايش، بس كنت مريح شويه. ايه ده نيلي؟ هاي سوري ما خدتش بالي، بس انت ايه اللي اخرك كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض، ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر؟ لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو ودي بليز دو مي ا فيفر، كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مصطول بقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم. بصي في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه كده كتير والله العظيم، هيجي لي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟
انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعه البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركوا، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، طلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لينا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف، ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما، احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام. وعبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita. Boom, boom, porque te secuento, tiembla como sismo. La zona se calienta, demasiado violenta. Se irá rápido, dale, muévelo rápido. Acelera más rápido, dale, muévelo rápido, yeah. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más trabajo es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy que yeah. Eléctrica, magnética. مساء الخير. لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وابلغه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو. ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول. عندنا هنا مخيتو يجنن. بات تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا من اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك سياح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيس. نعم. ها وانت ابوك عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا دس فيها بيعملوا إيه. حلو أوي الملوخيتو ده، بس أنت ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ناتشه.
مين ملوخيته ده؟ ايوه انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيته بتاعك الدول. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوش، هتشرب الملوخيته بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيته. انا بقى انا مش شايف انا ملوخيته. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيته ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا. ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي. ده ياما وانا صغير ساعدني وقف جنبي، ده صديقي الصدوق. حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا. طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت امرك. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا. اتفضلوا. خلاص بقى. اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده هي روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضه؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب حس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تطفحوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شفتوه. ها؟ على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استني عشان بيقول لك هندفع المخيطه. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معايا. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. حاضر. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني؟ لا انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بقول لك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضي لنا يومين في الجونه وخلاص. وبابي بقى هارد لك، هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت، انت جونه ايه؟
حرام عليكي. بقول لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه 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 انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. ايه بس بقى ايه يا ابي هاني اللي انت عامله ده يالا؟ انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه مالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه. ده الست قريبتكم دي طلعت جامده بس. قريبتنا مين دي؟ ايه واو خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوة في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا بنفرجها الشعب المرجانية. ماما ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيشي انت بقى ومزاجك عنب ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي ان هو صاحبه وسالني راحوا فين؟ قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلميتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه. اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟ الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوه؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا. اي حاجه بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقه عشان انا اخد تان. وانا كمان حتى اي جوت سان كيست. مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس. وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراوني دي تحفه. بص مزلزه كده. ده انا بحب الزليطه قوي. طب خد امسك يا مزلز انت. بقول لك ايه يا اختي، انا ماليش خلق. انا جاي عشان اسيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدوره براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقول لكم ايه، انا مش جاي النهارده، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، لقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقه في حته عاليه في المطعم. احيه، وهنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنروح بالليل هيكون زحمه ودوشه وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسرسب. اوكي وات ايفر، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا 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 ما تقلقوش من الحكايه دي، حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجينه. فوتكم بعافيه. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا. ها هجيبكم هجيبكم. جاب لي نيجاتيف انرجي. الهي يا رب يشبك في هلب كده من سقف حلق ويخليه يشنج ويموت ونخلص. Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I خلت صباح. I need خلت صباح. انت عاملة زي الجبنة الاسطنبولي. كل ما تقدم بتقولي.
القديمه دي تبقى امك يا رحم. حلوه خالته. اوعى يا واد مساحك انت من وش. بقول لك ايه يا حلو انت، مفيش يا اخويا كده مزيكا تفرفي شويه وترقص بدل الغم اللي احنا سامعينه ده. سوري يا صباح، ما اسمعش غير اجنبي بس. يا سبوحه عايزه يا مورين، عايزه تسمع ايه؟ عايزه يا اخويا حاجه ترقص كده وتفرفشنا شويه. عايزه حاجه ترقص. والباشا عايز ايه؟ اجنبي. اجنبي. عم سيف عايز ايه؟ عايز تاني. عايز تاني. تمام، يبقى احنا دلوقتي نمسك العصايه من النص علشان نرضي جميع الاطراف اللي بتقرمش. يبقى لحد الله يسمعكم من وسطها. امسك العصايه من النص. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a dance, girl. Patty, 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 patty. Make no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. في المركب يا حامد ما بيعرفش يعوم. جاي لك يا سيف. استنى يا هاني، ما انت ما بتعرفش تعوم. ايوه ايوه. يخرب بيتك. او هما اللي تبقى بيعرفوش يعوموا. استنوا بقى، انا مواقفه يا حاج. ايه ده؟ عوش عوش يا هاني دوما. سيبوه الغرفة داهية. ايوه ايوه ايوه، ده مش مهم مش مهم، عادي سيبوه. اطلع يا هاني، يا هاني اطلع. هما العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش، انت مصر عايزاك. استنى. يلا يا اخويا. الحقنا مو. الحقنا يا نهار اسود، سيبتوني لوحدي في الميه؟ بس ده ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف. هتصرف هتصرف. المنظر اللي انا شايفاه ده، انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيش، وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش، انا شفتها بعيني، وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روح؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخسى عليكي، ودي حاجه تفوتني. جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيلك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي،
بس بقول لك ايه يا اختي، والنبي وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجي لي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعده متضايقه كده، اكيد مكسوفه من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقول لك ايه يا نيلي، فكك مني عشان انا متضايقه بجد، وممكن اديكي من بوكس عادي. ليه مالك؟ احنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطه. انت اصلا اول مره تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، ادي اهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعينه قد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي يور بيوتيفل اي نو، بس انت عندك سم ايشوز كده. بقول لك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع، بقى اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان ام يور كوزن، فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انت بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا، دول اثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا بكاني وقفل عليا. يعني انت بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انت تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي، اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي، وعندك من شغلانه لشغلانه، وكل ده حاجه كويسه، بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه يا نيلي، سبا ايه ده؟ مش حاجه حرام على فكره، كل البنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. اه طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مره واحده بس في السنه بتروحي عشان تطلعي ورده مصنفره؟ صنفره ايه؟ بقول لك مزنهره زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ وانا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينه يا نيلي؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شريهان دي حجج هبله قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزه تبقى حلوه بتبقى حلوه. طب ممكن اعرف ازاي حلوه دي؟ مبدئيا شيلي القبعه اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مرايه، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر؟ زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو، ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي، ام سو اكسايتد. ايه لفه كمان؟ يلا تعال انزل. يلا لا لفه كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي منعمك فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربيه؟ انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مراجيح في دماغي بتتمرجح كده القرف اللي انت عملته ده؟ قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربية. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذارة اللي عملها الموقف يعني. انا ما اعرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربية نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضه يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟
انتوا عارفين العربية دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصلك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربية دي؟ انت بتوزع بيها جبنة؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كلح كده، قول للراجل كلمتين حلوين. وانت يا اخويا اهدى شوية كده، ده انت حلو كده، اهدى شوية. هو ايه يا جماعة اللي حصل فيه ايه؟ تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي. وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان، وانا ما اعرفوش اصلا. ولا اصلا ما اعرفكش، وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي، عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهوميه وعارف الرجوله بايه؟ مش بالقذارة اللي في دماغك دي. ماتش حاجه بالعلم اللي قدامك ده، وبلا فخر حاصل على الثانويه العامه بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبه الشرف، حاصل على الزمالة من جامعة السربون كامبريدج وجامعة المنوفية، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه، وحاصل على لقب بول بول طليعة الكشافة البحرية. احنا كراسنيت البحار، احنا ملوك الكشف النار، والنار بتقيد على سقف ايد. بحرية ولا يفرق بالنسبه لي الهبل اللي انت عملته ده. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو، جايب بنطلون قص، وعامله شورت وشراب. ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمه. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع، واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا بره. نطلع بره فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا بره؟ انا هوريكم. لا لا انت هتهدد يا بنتي، ورايا كده انا اللي هحميكم. هيرجعني لايام الشقاوه تاني، لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكده اهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخرة النجاسة يا ابني الصرمة. بجد ام سوري يا معلم، والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم ما حصلش حاجة، انا مش زعلان. انا اسف ليكوا يا جماعة، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هم الزفت اللي بتشربوا يا كابتن مو، والله حرام. بصراحة يا مو انت زودتها قوي، وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذرله لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش حاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي صعبت علي، ما خلاص بقى يا عيال. وبعدين هو كان سكران، والخمرة بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مقربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اغتصبتيه؟ لا يا بت، ده هو كان الماني. امال الروسي ده نهين فيه؟ ده بتاع قلعه قطبان. انت هتحجي عليا؟ انت ازاي متجوزه بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبه اقول. لما نرجع انا لازم اقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل ايه؟ على فكره بقى احنا لازم نبطل خمره وش، قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان اتاكد ان انت مش زعلان. وانا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكله. بس بقول لك ايه، ما عندكش بودره؟ في كل حاجه يا معلم. يلا اوكي اوكي سكرتين. سيف كابتن مو صلح لك عربيتك وحطيت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه يا سيف انت لسه سكران؟ انا راجع القاهره، افتح العربيه معاكي عشان تقضوا بيها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي، ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قفش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي،
انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه، عشان كل الناس بعدت من حواليكي. انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعتر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف، سوري. ما هو ده اخرك سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هما اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه، بس انت مصممه تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وانانيه وعظمه وقله ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجه عدله اصلا. حتى اقرب الناس ليكي مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم في امك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبله يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقكيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني لعيب بقى في الشغل وحياتي وكده. نيلي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك، ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انت اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجة بطلبها ما بتجيش، محدش بيقول لي لا على أي حاجة. أنت عارفة يا شيرين إنه أنا كمان ما عنديش أصحاب، أنا كل أصحابي بيستغلوني وأنا عارفة كده، عشان كده كنت دايما بقول إنه أكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت أنتوا إزاي مستحمليني وبتعاملوني إزاي من غير سبب، فعرفت إن أنا عندي مشكلة وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زرار هدوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقك يا شيرين؟ طبعا يا يعني نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. I love you so much, Shireen. Me too, my sister. طب أقول لك الدليل إن أنا بحبك قوي. قول. هو إن أنا دلوقتي وأنا حضنوكي ريحة الفسون اللي أنتي لابساها دي خانقاني قوي. ما خانقتني أنا كمان يا نيلي ومستحملها والله.
بس هعمل ايه؟ ما انت عارفه ان لي الغردقه والعرق مع الفيزون بيبقى صعب. وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفيزون، بيبقى اقوى. تعيطيش بقى سيف. كده يا سيف، كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي انا اسف، انا ما كنتش اقصد. ممكن ما تعيطيش؟ انت عندك حق يا سيف، انا فعلا انانيه وما بفكرش غير في نفسي، وانت طيب جدا، بس انا مش محتاجاك عشان انت طيب، انا محتاجه لك عشان انت راجل. انا بطمن وانت جنبي يا سيف. ممكن في الاول كنت ابقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك اروح له. انت عارف يا سيف، انا من ساعه ما بابي اتسجن وانا بحس ان انا ضايعه ومفيش حد جنبي، لان بابي كان دايما بيحسسني ان كل حاجه تمام. زيك كده يا سيف، من ساعه ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت احس ان كل حاجه تمام. وانا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لو عايز تمشي امشي، انا مش هزعل. انت تعبت معايا جدا وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف، عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصل انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى في ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانية خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي يا نيلي، كنت حضناني ومقمطه عليكي كنت شماه وتمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي الفسون، هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطف بشناق ولا ايه؟ يا اخي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا هعزمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مو، ما تأجلها يعني، عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت؟ وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا اللي هعزمكم. ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلمك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيصها. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسم مو يعني عادي يعني. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني اللي مؤمن ولا مرقص
ايه يعني ما علينا يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يالا انك جعر وعمك بصر والبصيرة. شو شو يا بنت ده الحلاوة الطعامة والشياكة دي؟ عادي يعني اقل حاجة عندي ده، انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجة ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعة بقى عشان ما نتأخرش. Let's go guys. مين 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 ده اللي ياخدك مني؟ مين 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 مني؟ مين ده اللي ياخدك مني؟ طيب نروح اسلم على الناس وانتوا عيشوا براحتكم بقى. اوكي سي يو اراوند باي. ايوه بقى ننبسط كده ونسهر ونسكر ونرقص وننبسط ونعيش حياتنا. لايميها يا خالتي، عايزين نخلص الشغلين على خير. حاضر يا روح خالتك على طول. كابتني كده يا شريهاء. هاي هاني، تيجي نشرب دريت؟ ايه ده ايه ده، انت تعرفيني منين اصلا؟ مين يا بنت اللي مديكي فلوس عشان تيجي تعملي النمره الرخيصه دي؟ انا راجل محترم وبحب خطيبتي. خبطك قطر. ما تفك بقى يا قمر. مش هفك يا بتاع السياح. طب يلا يا كتاكيت. طب رقصة واحدة يا شريهة. لا يا خالتي. يلا يا ماما. انت بتعملي ايه؟ بتعلقي الباونسر؟ بتعملي ايه؟ حرام عليكي. يلا طب يا جماعة هنعمل ايه في موضوع العربية دي بقى؟ سيبوني انا هفكر في خطة نوصل بيها للعربية. طب ما تخليك انت وانا هروح اشوف الموضوع ده. لا لا خليك انا هتصرف. طب احنا هنعمل ايه بقى لغاية ما سيف يجي؟ نشرب. يوه مالك يا هاني على طول متفرجة على الخمرة كده؟ ايوه عايزين نشرب، عايزين نسهر وننبسط ونسكر ونرقص. فيها ايه؟ مالك عاملنا زي قبل النظرة كده. ايوه يا زنبورة. محظوظ جاي، اتصرف على تبعتكم. ايه يا خالتي احنا مش جايين من الشقة. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان. يا عادي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح، وحضرتك تبقى مين يا عادي؟ دي مرات بابي انفورشنتلي. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكله ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمره، طول ما انتوا قاعدين بادبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شويه عشان اشوف البيست؟ وماله. طيب مدام هاف ا جود تايم. وانت من اهله يا روحي. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا،
ده دليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اكيد بيوصي ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري سوري انا هقولها لك بطريقه احسن من كده، انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون وات ايفر. وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا ليلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده يعني. ده سوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي انا. لا لا بعد اذنك احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. بابا مين بيهز؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. تشرب يا ولد؟ طبعا. مور مور. بصحتك يا جميل. مش ممكن هما كلهم بقى الكهوليكس فجأة كده. بقول لكم ايه؟ انا لقيت المكان اللي نوصل منه للعربية. ايه ده؟ عربية ايه؟ عربية الكشري يا هاني، عربية مستر حنتوس يا عم. طب هنعمل ايه في الراجل اللي قاعد بيراقبنا ده؟ سيبهولي انا عارف اتصرف معاه. طب محتاجاني اساعدك في اي حاجه؟ لا سمح ما بتحتاجش حد. ما تقلقيش على خالتي خالص، طالما لبست الجينز المطرز ده يبقى اكيد هتلوحي كده. يلا يا خالتي جو. انا اذنك اروح اشوف شغلي. خالته صباح باعت نفسها. سوري يا بابي، هي بتضحي بنفسها عشان تنقذك. بس انا مش فاهمه هي مبسوطه قوي كده ليه. هي خالتي كده اصيله بتحب تضحي. دي جامدة بس الست دي. يلا بينا. يلا ماما ميمي هتيجي معانا؟ ماما ميمي هتيجي معانا؟ اوكي خليكي. تعالوا بسرعة. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربية. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل اي حاجة كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجأة حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. مين اللي انت اتغيرتي قوي؟ للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفة كمان لما بقى حبيبي مش وقته. يلا انجز. هاني. نعم. هاني. يلا. يلا ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربية. انت متخلف. يلا هنطلع فوق للعربية. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربية. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. كيف نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب؟ حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانت مهتميه بنفسك كده. يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحاجه سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله دي حلوة قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا استوبت على اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قول لي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل. هات المفتاح. هاني يا متخلف احنا مش طالعين نسوق العربية، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور.
هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها ايه ده؟ دي هند صبري. هند صبري انا اللي بحبك. سي هاي، ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكره انا مش بحب اروح للسيلبرتيز اقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سيلبرتي، دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه، يعني ما بحبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس، ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه، بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكره، ده سكس طبعا. لا بجد، بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيره؟ اكيد الجزيره. لا لا ما كانش في الجزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض؟ لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكله؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاطمه. انا مش هاخد وقتك كتير، انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه يا ام؟ طب بجيب النكلس ده. بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرف. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. رسيلو؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس انا سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما تعمليش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحقنا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ حاجد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شيرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توقع تتهنى بيه، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه هاني قلبت الدنيا هنا. النادة يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجة خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الكأس. انت جبت المجلة دي من ايه؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفة. طب مش تقول لي يا هاني؟ ايه التخلف ده؟ طب ما في كلاكسة. واقول لك ايه الحياة يا سيف؟ في كلاكسة. ايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد اللي في ايدك ده؟ ممكن نلاقي فيه لغز جديد يوصلنا للكنز. قلت لك عادل امام؟ مش هتعرف على فكرة. هعرف اقلده. طب وريني. هوريك. ده مش عادل امام، ده محمود شكوكو. ده عادل امام يا عم. مش عادل امام، ما تستعبطش. طب اقلد لك احمد زكي. وريني احمد زكي. لا ما ده عادل امام على فكره. لا عشان الاثنين صحاب، انت فاكر ان ده عادل امام؟ انت عملت كده، عملت كده، ده عادل امام. شفت؟ يبقى اللي انا قلدته الاول كان عادل امام. لا ما انت عملت كده بس. طب اقلد لك فريد شوقي. هتقلده ازاي ده بقى؟ هقلده لك يا عدوي. هو ده الوحيد اللي انت قلته على فكره. شوف. مش معقول كل ده لسه ما خلصوش. انا متوشوشه قوي. متوغوشه. Whatever. مش ده اللي قلقني خالص. انا خايفه على هاني لا يقع. حبيبتي انت بتحبي قوي كده؟ ما يتنيل ولا يغوص في داهيه. انا خايفه لا يقع على حد واصل يودينا في 60 داهيه. يلا يا هاني بطل. انا لك نجات. نجات. نجات الصغيره. فوق بقى هاني فوق. ايه ده؟ تعمل ايه؟ ايه ده في ايه؟ لا انا عايز لسه الف بيها واكروز وامرك واعمل ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه. مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. في ايه؟ يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف، اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم.
سيف. او ماي جاد، بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم، اهو سيف اهو. اسكت. ايه يا طفي، حي جمهورك. يا لهوي، هيحبسنا ابن الهبله. ايه ده انت بتعمل ايه انت وهو فوق؟ انزل لي يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انت. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده، ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهيه. ايه ده بس يا انكل، الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه، مالكش دعوه انت خالص في الموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقول لك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقول لك ايه بقى يا ماجد، بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه، امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه. وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هتجيب الشلوت واديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهان. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. قول له يا اسطى فكاله، محدش يتحرك. قول له يا فكاله، شايفني ابدا البطاقه دي كلها وحرص لي الخمره دي كلها وحرص لي المزل دي كلها. في ايه يا محفوظ باشا؟ استبعدنا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. هو العربيه هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنه هنا مش ممنوعه؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنه ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورته دي شوكولاته؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. اقفش يا ابني العيال دي كلها بسرعه بسرعه. ما تقلقش يا سعادة باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا انا لا مؤاخذة خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شدة فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي. ده اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرى ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضحية وخيبة ايه؟ ايه اللي ضحية وخيبة ايه؟ شو ما تقولش اسم هنا الله. ما تقولش اسمك، تعملي فيها ظابط. شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور. الله، ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك العروسين. شو بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم. ها اسبكوها. حاضر نسبكها، يعني نعمل ايه؟ ايوه شوية صعبانات. يا سعادة البيت حرام عليك،
انا عندي كم عيال ولا عندي بغبغان غلباء وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان بيذاكر الليل بطوله وبيحفظ اللي بقوله مظبوط مشينا بقى عشان ناكل البغبغان وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي انت بالذات ما تتكلمش انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان ايوه ما هو هاي واي ايه المشكله يعني ايه ده ايه المشكله شيوعه ايه ريحه بقع دي طالما مش قد الشرب ما تشربوش انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد ممكن مذنب ولا مش مذنب مذنب خش على البوكس ضحي ضحي اطلع بقى ضحي ايه وخم الدقيقه في فضاء اطلع قلبك من نفسك يا سيف سيف والله العظيم يا حدة الظابط انا مظلوم هي دي اللي قتلت مي عز الدين مي عز الدين ايه دي هند صبري يهبل هند صبري وانت ايه خالد الصاوي انا ضاحي يالا ضاحي انت طلعت حكومه يا ضاحي يا ابني حكومه ايه ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ بس برافو عليك يا ضاحي انت جيت في وقتك ده كان هيطلب لنا البوليس بجد يا جماعه انا خايفه قوي انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها لا ما تخافيش يا شيرين هي ما ماتتش انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه يبقى اكيد دي رعشه الموت الف بعد الشر عليها انا بحبها قوي مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث قتله كلنا بقينا قتله يا جماعه ما تكبروش الموضوع دي خدت ازازه على دماغها ما خدتش رصاصه يعني سيبكم من الموضوع ده دلوقتي ها لقيتوا حاجه في العربيه بجد لقيتوا ايه لقينا عدد جديد عدد جديد طب ممكن ابص عليه بصه لا يا جماعه ليه لا ده احنا كلنا في مركب واحد ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير خلاص فكني الاول ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه ابص عليه بصه واحده بس خلاص بقى خليه يبص طب اديها له انجز بصه واحده بصه واحده يلا فكنا بقى يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي ضحي يلا فكنا يلا يا ضحي فكنا الله هتضربها طلقه تتفك انا بحب الحاجات دي يلا اضرب بص على رجلك يا انت لا استنى استنى تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوامان هنجل اقف على جنب وقف ليه انت مزنوق لا بس هزنوق انزل يا توهوا انزل بقولك مش هنزل يا سلام قال يعني كده هتسد الرصاصه انزل انا بقولك طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم بس انا مش هخلص عليكم مع ان اقدر اخلص عليكم بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه يا واتي يا سحلاب عادي اتقالت لي قبل كده نو واي يا حيوان يا قذر يا حلوف يا سلام حلوف يا خنزير وساعات بيقولوا لي يا كركدان يا ب... حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده معلش معلش بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه مش عايزين نعرفها سيبنا وامشي لا لازم اقول مش عايزين نعرف لا هقولها طب قول الخير يا حبيبي يا هاني معلش الخير ممكن ينتصر في الافلام بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر يا رب تموت يا شيخ دمك سم اخبط ضفدعي لا ابوس ايدك ابوس لا اخبطك اخبطك مين طب اخبطك بالمسدس لا بايدك احسن المسدس اجمل ماشي خلصني هاني اوعى تضربه بالنار علميا الطلقه ممكن تخترق وتنفي انا سيف يبقى اعمل كده طيب خد منه المفاتيح اثبت اثبت خليهم ينزلوا السلاح نزلوا السلاح يا حنجل وينزلوا البنطلونات ونزلوا البنطلونات وينزلوا نزلوا طعم شاي
تستظرف بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف ده الدبي انا خليهم يجوا هنا تعالوا هنا بسرعه بسرعه اسمعوا كلامي بسرعه حلو هنا لف لف هتعمل ايه يا دبدوب ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب الدندوب ايه؟ انا عبد المامور ده ابو الدهب ايه؟ ده الراجل الكبير لا لا يا دندوب ايه؟ لا اسكت بقى لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان خد السلاح ده ثبته انا؟ ايوه امسك ما تخافش هات المجله ارفع عينك يلا اسكت مكانك ما تتحركش اوعى تتحرك اوعى تتحرك من مكانك انتوا هتسيبونا لوحدنا وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكيكي في ايديك وضحكنا عليك اوعى تتحرك طب سيبوا لنا فلوس التاكس معلش فلوس باي باي يا ضحي باي باي انتوا هتصرفوا تتفرجوا عليا هرب منكم ازاي هرب منكم ازاي